هو درك حسب تطور الوضع الوبائي، فإذا كان الوضع الوبائي كاين هناك تحسن سيتم هناك بعض الإجراءات، لا أريد أن أستبق الأمور، هناك بعض الإجراءات يتم التحضير لها سيعلن عنها قريبا. وتلاحظوا باللي كاين هناك يعني ربما عمل ميداني سيتم القيام به لتحسين الوضع الرياضة بصفة عامة وخاصة يعني كرة القدم. يعني في احتمالية أنه الموسم القادم راح يشتراف؟ أبدا، من قال هذا؟ أنت اللي قلت، أنا لم أقل هذا. هل قلت لك الوضع إيجابيا، علاش تروح للجانب السلبي؟ من الناحية الإيجابية.